مبادرة مرجوحة وضحكة هي بلشت الفكرة من عند السيدة فاتن مرعشلي بلبنان. عملت أول مرجوحة خاصة بذوي الأعاقات الحركية، أطفال وأيضا كبار. بلشت الفكرة بصورة على بوست، الأهالي كلها تفاعلت والكل حب يساعد وحب إنه هو يكون جزء من هالشيء. سبب إطلاق للمبادرة إنه أنا عندي تجربة شخصية مع ابني من ذوي الاحتياجات الخاصة، فهو شجعني كتير لأنه حسيت إنه هو حابب يكون عنده يعني السوشيال انتراكشن، اللي هو إنه يكون بالمجتمع ويكون يعني يصير في بينه وبين أصحابه تبادل، ويكون عنده يعني إنه يأخذ على أصحابه ويقدر يتعلم السلوكات الاجتماعية المنيحة. فحبينا إنه إحنا نبلش في هاي المبادرة إلا ولا أصحابه، والحمد لله كبرت صارت مجموعة كبيرة. فكرة المبادرة إنه بدنا ندمج الأشخاص ذوي الإعاقة مع باقي المجتمع، فبدنا نعمل كل الأماكن مهيئة عشان يصير الواحد يقدر بسهولة يطلع من بيته يروح على الشغل أو على المدرسة أو أي محل بده يروح عليه. مبادرة اليوم اسمها ضحكة ومرجوحة، وهي إنه بدنا نزيد مراجيح بكل الحدائق بالأردن للأولاد الصغار ذوي الإعاقة يقدر يلعبوا مع باقي الأولاد بالأردن. كنت أول واحدة اليوم بجرب المرجيحة وكتير انبسطت، كنت أتأكد إنها آمنة، وهي كل الأولاد عم بيلعبوا فيها وكتير انبسطت إنه عم ينبسطوا يلعبوا فيها. مبادرة المتطوع الصغير هي مبادرة هدفها أن الأطفال ابتداء من عمر 3 سنين يبلشوا يعملوا أعمال تطوعية وأعمال خدمة مجتمع، ويحسوا بمسؤوليتهم تجاه مجتمعهم وبيئتهم والناس اللي حواليهم كلها. هذا الإشي فاجأني أنه مش بيساعدهم يتقبلوا، أنه اكتشفت أنه هن عندهم قبول من الأصل، لأنه أنا ما بناتي هالقد صغار وعم بيجوا معي، هن ما بيشوفوا الاختلاف بالطريقة اللي إحنا منشوفه.